آسف طلعت الطيارة ما فيني أعمل شيء. كيف يعني ما فيك تعمل شيء؟ بنتي بهديك الطيارة. بعتذر منك بس ما بقدر أعمل شيء. ليش هيك عملتي فيني؟ كيف بتروحي هيك؟ ما عم صدق. ليش هيك؟ ليش هيك؟ خلال هالسنة الشركة كبرت كتير. رحت على أفريقيا ورحت على كيب تاون وعلى إسبانيا وقدمت عروض، وأوتيل كارونت صار عنا. هاد يلي للسيد مراد صح؟ إيه هذا هو. كتير حلو هالخبر. طيب وإنتي شو عملتي بنتي؟ ليش ما سافرتوا مع بعض؟ كان عندي شغل تاني. بس لا تاكلي هم، عم نسافر مع بعض أحيانا. منيح، بعرف إنك بتحب السفر كتير، بس لا تترك بنتي لحالة. طمني، ما رح أتركها. مع إنه نحن جنبها، بس طبعاً وجودك أنت غير شكل. الخجل كتير حلو للبنت، بس أنتوا هلأ صرتوا متزوجين ومع بعض على المرة قبل الحلوة، وأكيد عم تديروا بالكن على بعض. إيه؟ حكولي لشوف شو صار غير هيك؟ اشتريت يخت. ايه جينك تغير كتير، يعني ذوقه تغير. هذا أحلى شي عملته. من زمان هالفكرة ببالي، وكنت أتمنى نجيب يخت. مثل ما بتعرف مجرد ما أطلع على البحر بترتاح أعصابي. طبعاً ستي بعرف، صرنا نطلع على البحر على طول أنا وأنتي وعزراء وأردا، وكنتي تجهزي حالك قبلنا. بالأول كنت دوخ كتير بالبحر، بس بعدين تعودت. عن جد عذبتنا كتير. مرحبا. ايه شو نشروا الريبورتاج؟ خليني اشوف. حلو كتير. انتشرت ماركة القهوة الجديدة ينيدام في السوق انتشارا سريعا، وهي تستمر بتقديم الخدمة في المقهى الذي يحمل الاسم نفسه. سمرا غونيش وهي من المؤسسين قالت خلال حفل الافتتاح ان هذه الماركة تشبه حياتنا كثيرا، فكما انطلق هذا المقهى من الصفر نحن ايضا نهضنا من رمادنا، وربما هذا هو سر نجاحنا. حلو كتير. بعرف في شوية مبالغة، بس بتعرفيني ما بقدر أحكي بغير طريقة. لا والله عجبني عن جد كتير حلو. وأنا حبيته وطار عقلي فيه. طولي بالك، خليني بالأول اتصل بسراب. هلأ عندي فضول أعرف شو رأيها بشغلنا الجديد. شو بك كأنك تضايقتي؟ مو لا بلا مو هيك، بس ما بعرف ليش بدك تحاكيها. يعني بتعرفي منيح إنه سراب لحد هلأ ما بلشت شغل ونشحت فيه، فليش نسألها عن رأيها؟ يعني بشو ممكن يهمنا رأيها بهالموضوع؟ انتي فهمتيني غلط، مو هذا اللي قصدته. بالنهاية سراب واحدة من الزباين عنا مو هيك؟ وأنا حابة أعرف كيف الزباين عم بيشوفوا المحل. ايه صح، بس ما رح تكون صادقة. يعني بالنهاية بتعرفي إنه ما بتطيقني أصلا. ايه يمكن معك حق. سأليها، بتشارطي رح تقول إنه مو حلو؟ طيب رح أتصل، لا تحكي شي. طيب ماشي. حبيبتي سراب كيفك؟ كيف؟ وعزراء كمان موجودة؟ وبعدين اطلعنا لقيناها تحت الطاولة. بس أكيد زعلت لأنك ضيعتها. كتير؟ تعرف نحن ما منقدر قيمة الشي اللي معنا لحتى يروح من بين إيدينا ونحس بخسارته. بس بهي اللحظة بالذات
منعرف قديش كان مهم بالنسبة إلنا. أحياناً الشيء اللي منفكر إنه منملكه ومتأكدين إنه بين إيدينا فجأة منخسره وبيروح لغيرنا. مشان هيك لازم نفهم منيح إنه هاي الخسارة درس إلنا مشان نرجع نتذكر أولويات حياتنا. ستي، نحن حكينا عن هذا الموضوع من قبل وقعدنا على البلكون. لا تخاف، رح أتذكر هداك اليوم، بس هي القصة بدها شوية وقت، رح أتذكر كل شيء. كتير مبسوطة إني شايفتكم مع بعض. أكيد صار معكم مشاكل كتير، بس تعاونتوا وتجاوزتوها وما استسلمتوا بسهولة. بعرف قديش تعبتوا وتحملتوا لتحافظوا على حبكن، والحمد لله مثل ما شايفة حققتوا هدفكن. إن شاء الله بقدر أتذكر كل الشغلات الحلوة اللي عشناها خلال هالسنة، وحتى لو ما تذكرتها فهذا الحب اللي شايفته بعيونكن دليل كبير على كل شي حكيته. لقطتكن، معقول قاعدين هون وتاركيني فوق لحالي؟ ها؟ ليكون ما بدك ياني سلطانة فريدة؟ شو هالحكي ابني؟ أصلاً بتعرف إني ما بقدر أعيش بدونك. ما فيكن تتخيلوا قديش مبسوطة بشوفتكن هيك مع بعض. وبدعي الله يطول بعمري لشوف ابن حفيدي بحضني، هذا أكتر شي بتمناه بحياتي. عن جد مجرد إني فكر بهالشي عيوني بتدمع. ستي، مو أنت كنت تقولي لهم لساتكن أولاد؟ لا تكوني نسيتي هذا الشي كمان. سكوتوا، لا مو وقت مزحك هلأ، مستحيل أقول هيك شيء أبداً. شفتوا ما أحلاها ستي وهي معصبة؟ تعالي أعطيني بوسة لشوف. تعي. صحيح، نسيت أسألكم، كيف عمر؟ طمنوني عنه، وين تاركينه؟ شو في؟ ليش تغير لونكن هيك؟ ستي ليكي، انتي هلأ حطيتي ايدك على الجرح، ومثل مشايفة اخي وعزراء مشتاقين كتير لمارت، لهيك لما ذكرتي اسمه سكتوا ودمعت عيونهم، ما بقى قدروا يردوا عليكي. مشان هيك انا رح جاوبك ورح قلك كل الحقيقة. شو بدي قلك، اخي ومرته بعتوا مارت لبرا، مشان هيك بيضلوا زعلانين على طول ومشتاقين له، وما عارفانين شو بدهم يعملوا بغيابه. ليش؟ انتوا لوين بعتوا لمارت؟ على فيينا، لأنه مارت نقبل بمدرسة موسيقية معروفة كتير هنيك، مشان هيك راح. وطبعاً أول 3 شهور، يعني خلال هاي الفترة هو رح يتلقى تعليم خاص، وطبعاً إذا نجح وقتها خلص رح يكمل تعليمه هنيك، وكمان مثل ما بتعرفي ميليسة هنيك. إيه هذا خبر حلو كتير، معناته هو مبسوط هنيك. أنتوا ليش زعلانين؟ صراحة خالتي هي أول مرة بكون بعيدة عن مارت لهي الدرجة، لسه ما تعودت على هذا الشيء، بعتذر. بس هو منيح ما هيك؟ منيح ومبسوط كتير هنيك. ايه سلطانة فريدة، جاهزة لحتى نروح؟ لوين بدنا نروح؟ شو اللي عم بيصير؟ في ممرضة ناطرتنا فوق ولازم نروح لعندها، وما في عندها مزح أبداً، بتحسيها كأنها حارسة سجن. وهلأ إجا موعد الدواء تبعك، وهي بعتتني وقالت لي روح جيب ستك وتعال بسرعة، قال ما بصير تتأخري على موعد الدواء تبعك. ست فريدة ما دخلني إبي إلي بوشك هيك قدام السجانة، والله أنا شخصياً بخاف أطلع فيها. يلا بلا ما نتأخر. أوبا، Thank you.
عزراء. سامحيني لو سمحتي، ما كان بدي تتضايقي هيك. آسف لأني رجعت ذكرتك بمارت. ما في داعي تعتذر ابنه، هذا مو غلطك أنت. عزراء، ما بتحمل تضلي زعلانة مني. قليلي إذا في شي بقدر ساوي. شكراً إلك، بس ما في داعي تعذب حالك. عن إذنك هلأ ماني بوضع بيسمح لي أحكي. لهلا ما عم صدق اللي صار، شايفة على هالصدفة؟ ايه معك حق، صدفة غريبة كتير. بس ليش هيك ساكتة؟ كأنك ما انبسطتي؟ لا بنوب، لا ما في شي، يعني الحمد لله اللي رجعت. انبسطت لها. طول الوقت كنت اسأل حالي يا ترى وين اختفت البنت، كنت فكر فيها وبالي مشغول عليها، بس هلا ارتحت والله. معناها هي كانت بموغلا. على كل حال منيح انه نرجعوا لبعض من جديد. ما بعرف اذا منقدر نقول انه نرجعوا لبعض، يعني على الأغلب الموضوع منتهي، ما رح ترجع له، هيك قالت سرا. يا الله شو هالحكي هاد، معقول صدقتوها؟ يعني لساتها بتحبه لجينك، أكيد بالآخر رح ترجع. حبيبتي هوليا بعرف هالبنت من وقت كانت صغيرة، لهيك عم أقول هذا الحكي، فهمتي علي؟ إيه منشوف. هلأ سرا قالت لا تجوا على المشفى، بس بصراحة مالي عرفانة، يعني مو حلوة ما نروح، شو رأيك أنتي؟ لوين؟ هلا وانا قاعده تذكرت لسه عندي شويه شغل وضروري كتير اعمله فورا، بحكي معك بعدين ماشي؟ مرحبا مدام. شريكتي جوا. مرحبا. أهلا وسهلا جورجان ميريتش، ما بعرف إذا بتتذكريني، كنت بحفل الافتتاح. تشرفت بمعرفتك. إيه أهلا وسهلا. وبصراحة القهوة اللي بتعملوها كتير طيبة. بيشرفني اسمع رأيك. أنا بمثل مجموعة فنادق داوروس، ونحنا منتمنى كتير إنه نشتغل مع ماركتكم بفنادقنا، طبعاً إذا بتوافقوا على التعاون. حلو كتير. إيه طبعاً أكيد، شكراً. طبعاً بعرف أوتيلات داوروس كتير منيح. لحظة شوي يا شباب، عطوني كرت. طيب خليني أعطيك الكرت تبعي لنقدر نتواصل مع بعض. معك وقت؟ خلينا نضيفك فنجان قهوة. شكراً إليك ست هوليا، اليوم مستعجل شوي، إن شاء الله غير مرة. تمام، بالإذن منك. الله معك. يا الله ما عم صدق هالخبر، حلو كتير. شو صاير؟ داملة هربت من البيت. كيف؟ شو يعني هربت؟ يعني تركت البيت، راحت من دون ما تخبرني، تركتنا. طيب بس لوين راحت؟ عاسطنبول. قال انقبلت بالمعهد الموسيقي وبالفرع اللي درسته أمها. يا الله. طيب كيفك هلأ؟ حالتي بالويل، رح اجي اليوم المساء وبكرة الصبح. معلش تدور عليها من هلا لوصل. واسأل غمزة بركي بتعرف عنا شي. طيب طيب خلص، ما تاكل هم القصة ماشي؟ ليك داملة بنت واعية، وهي مو أول مرة بتجي لهون لحالها، رح نلاقي حل. تمام؟ بتمنى نلاقي حل.
بتمنى برش حاجة تكابر وتخبي. خلص تعال وخبر داملة بكل شيء وريح حالك، هي لازم تعرف الحقيقة. شو عم تحكي؟ مستحيل، ما رح تتحمل الخبر، مو هلا، ما بدي اياها تزعل وتنقهر. يا الله منك، بلا ما تعرف من غيرك يعني. إذا لقيتها خبرني. سمرة شو بدك؟ ماني فاضي هلا، ليش عم تدقي لي؟ ليش بتضل معصب هيك جينك؟ شبك روق علي شوي. شو بدك احكي لشوف؟ ولا شي، بس سمعت انه الست فريدة مريضة لهيك قلت بتصل وبتطمن عليها. طيب رح اختصر عليكي لين عذراء. عن جد عم تحكي؟ بتصدق اني ما كنت بعرف هالقصة؟ بس بما انك قلت لي هلا معناها خليني فوت بالموضوع. بتمنى يكون عندك خطة لتبعد عنا. ما ضل في داعي. شو قصدك؟ يعني انا وعذراء ما رح نرجع لبعضنا. ستي مريضة، المسكينة فقدت ذاكرتها ومفكرة أنه لساتنا مع بعض، مشان هيك مضطرين نمثل شوي. هيك القصة. دقيقة خليني أفهم، شو رح يصير إذا عذراء انبسطت بالدور وتورطت فيه؟ شو ما عم تفهمي، عم قلك أنه ما رح يصير هيك شي. أصلاً أسست حياة جديدة هون وما رح تتركها مشاني، وبكرة رح أخذ ستي ونرجع سوا. اسمعيني منيح، صدقيني إذا بتزعج عذراء رح أخرب الاتفاق. كأنك عم تبكي سمرة. لا بقى تدقي لي. لا بقى تدقي لي. ماشي بابا، فهمت عليك. ما عم ترد على اتصالاتي كمان. لا ما بعرف وين ممكن تروح. بجرب حاكيها وبخبرك. تعرفي انه قايمة الايام مشانك؟ ابي وابوكي هلا عم يدوروا عليكي، شو بدك يانا نعمل؟ خليني سجل بالاول لانه شؤون الطلاب رح تسكر. داملة ليكي، والله اذا عرف بابا رح يقتلني. ايه اذا ما قلتي له كيف رح يعرف غمزة؟ واكيد انا ما رح اقول له شيء. طيب وين ناوية تنامي اليوم؟ بفندق داوروس، بكل الاحوال هو لبابا. عن جد عم تحكي؟ اكيد لا غمزة، تخيليني روح لهني. لا تاكلي هم، بدبر حالي، خليني سجل بالاول. بس بالاخر رح تشوفي ابوكي ما هي؟ إيه بس على القليلة مو بهي الفترة، يعني ضروري إني هلأ ما أشوفه. ليكي بالأخير أكيد رح أحكي له كل شيء، بس خليني سجل وقدم طلب مشان السكن. هلأ الوقت مو مناسب لهالحكي. أنت عطول بتقولي هيك وبالنهاية ما بتحكي له شيء بنوب. شو قصدك بهالحكي هلأ؟ الصيف الماضي رجعتي من لندن بكير وضليتي باسطنبول وقلتي إنك رح تخبري أبوكي باللي صار بس ما قلتي له. ليكي داملة، إذا عرفوا نحن التنتين رح نوقع بمشكلة. ماشي فهمت، خلص لا تساعديني ولا توقعي حالك بمشاكل بسببي، وإذا بدك روحي وخبري بابا. خلص ما عاد تفرق معي لأني رح سجل. يا الله منك داملة، هلأ هذا اللي فهمتي من حكي؟ استنيني. سمرة كيفك هوليا؟ لقيت حالي قريبة قلت بمر لعندك. ايه ما قصرتي، يلا تعي فوتي تفضلي. حماتك بتحبك كتير، عم بعمل لحالي زهورات. تشربي معي؟ ايه والله بشرب، قلي من الصبح عم بشرب قهوة، حاسة معدتي صارت توجعني منها. ما قلتي لي انتي وين كنتي لهلأ؟ رحتي بسرعة وتركتيني لحالي بالكافيه. ايه رحت لحتى شوف التاجر مشان كاسات الكرتون الجديدة. طيب وشو صار معك؟ مثل العادة طبعا، صار مثل ما بدي. بس خلينا نمر سوا شي مرة لأنه في نماذج كتير حلوة لازم ننقي منهم. ايه ماشي أكيد منمر. كيف عاملة هالخلطة؟ طالعة كتير طيبة. ما فيني قلك لأنه هذا سر المهنة. اسمعي إلك عندي خبر بجنة، أنا متأكدة إنه رح يعجبك. شو؟ لحظة شوي. شوفي اليوم إجا واحد منهم وحكى معي، قال كتير عاجبته القهوة تبعنا وبده يتفق معنا منشان نقدم قهوتنا بالفنادق تبعهم.
فنادق داوروس؟ ايه هذا اوتيل مشهور كتير؟ ايه صح. هذا الخبر حلو كتير ما هيك؟ طبعا حلو كتير، انا لهلأ ما عم صدق. هوليا مشروعنا بلش ينجح. مزبوط. عكتر مو مبسوطة، عبالي اتصل فيهم فورا ورتب اجتماع. نحن شو ناطرين؟ خلينا نقوم نشوف موقعنا عمرت. اصلا هذا الشيء اللي بسميه شراكة. بدي أعتذر لأنك اضطريتي تمثلي قدام ستي، كل هذا اللي صار بسببي. ما في داعي إنه تعتذر، ما عملت هالشي مشانك أنت، عملته مشان ما تزعل خالة فريدة. طيب بس ما في داعي إزعجك أكتر من هيك، أنا رح حل الموضوع، حأحكي لستي. انت لا تشغلي بالك. انت على شو عم تلمح؟ ما عم لمح على شيء، قصدي ما حتتأثر حياتك الجديدة بهذا الظرف، فيكي تطمني. شكرا، ولا تخاف انت كمان ما رح تتأثر حياتك. أهلين بارش. كيفك؟ في شي جديد؟ على حالة. دام لتركت البيت. كيف؟ تركت لي رسالة وراحت على اسطنبول. حجزت بكرة الصبح. حال حالة هني. بس تانيم رح تبقى هون. بتقدري تديري بالك عليها؟ ايه أكيد، ماشي جاية على البيت فورا، بس أوصل لهنيك بحكي معك. ماشي. جينك، ليك لازم ارجع على بيتي، اذا سالت الخاله فريده عني الا رحت مشوار. على بيتي؟ ايه ماشي روحي، خلص نحن موجودين هون جنب ستي، لا تاكلي هم، روحي على بيتي. قصدي مشان الخاله فريده ما تحس على شيء. ايه ما في مشكله، لا تخافي. فيكن تطلعوها بكره، بس بهاي الفتره لازم تديروا بالكن عليها كثير منيح حتى يضل وضعها مستقر. تمام، فهمت عليك. مرحبا. اهلين. جينك، الدكتور كمال عم بيقول انه بكره منقدر نطلع ستك. تمام، معناتها رح جهز طياره اسعاف ومنروح بكره. منيح كثير، وانا كمان رح اجي معكم. طيب بس يعني ما في شيء بخوف ما هيك؟ وضعها مستقر؟ بصراحة ما بخبي عليكم، التحليلات الأخيرة خوفتني، رح كمل علاجها ببيتها باسطنبول، بس بدكم تنتبهوا منيح خلال هالفترة وحاولوا ما تضايقوها أو تذكروها بشي ما بدها تتذكره. على الأقل خلينا نحافظ على ضغطها مستقر. أهم شي حاليا ما تعصب أو تنزعج من شي وتضل بجو هادي. تمام، بالإذن منكم، معافاي. الله معك دكتور. ايه وشو بدنا نعمل هلأ؟ شو بدنا نعمل يعني؟ بكرة بدنا ناخد ستي ونمشي. جينك انت بتعرف كتير منيح شو اللي بقصده، شو بدنا نعمل بعزراء؟ ما رح نعمل شي امي، رح نخبر ستي الحقيقة وخلاصنا بقى. شو هالجنان هاد؟ اسمع، ستك ما رح تتحملها اصلا، وصلت لهي الحالة بسبب هالخبر. امي ليش ما عم تفهمي؟ انا وعزراء انفصلنا خلاص، البنت هون عندها حياة تانية، شو بدي اقول لها؟ والله فهماني عليك،
وأنا كمان ماني عم إلا تترك حياتها وتجي معنا. كل يلي بدي إياه تزبط الأمور بس هي الفترة، وبعدها منلاقي لها أي كذبة وبترجع. إلا تعمل هذا الشيء. ما فيني، ما فيني. شو صاير؟ ستك منيحة؟ عم تحكي مع ميليس. ايه لا تخافوا، هي دايرة بالها منيح، بس لما ستي سألتها عن مارت هي تلبكت شوي، بس أنا حليت الموضوع. صحيح ستي سألتني عن عزراء، قلت لها أنه نحن استأجرنا غرفة وهي عم ترتاح فيها. برافو، بس اطمن أخوك رح يخرب كل شيء. أمي كرمال الله خلاص بكفي. شوفي ليش كل مرة بتسكتني؟ مالك شايف ستك طول اليوم عم تسأل عن عزراء؟ أرد أحكي لك شي كلمة مع أخوك؟ يعني ما سمعت شو قال الدكتور من شوي؟ مو قال إنه لازم ندير بالنا عليها هاي الفترة وما نعمل أي شيء ممكن إنه يزعجها أو يضايقها؟ إذا عزراء ما راحت معنا بكرة، شو بدنا نقول لستك لما تسأل عنها؟ يعني شو بدنا نجاوبها؟ ما معي حق باللي عم بقوله؟ معك حق، بس ما فينا نطلب هيك مساعدة من البنت. حلو والله. طيب مثل ما بدكن، معناتها روحوا لعندها وحكوا لها كل شيء، أنا ما رح أتدخل. تصطفلوا مالي علاقة بكل القصة. إيه؟ لأنه ما بقدر أتحمل هذا الذنب. اعملوا يلي بدكن إياه. معقول تكون راحت على الأوتيل يلي باسطنبول؟ غوركان دور بس ما لقاها، واضح إنها عم تتخبى. غميضة غميضة، خلينا نحن كمان نلعب. ما خارج اليوم حبيبتي، يلا خلصي أكلك مشان أقرالك قصة قبل ما أروح. عزراء لا تخافي حبيبتي، عم يمزح معك، ما حدا رح يقرالك القصة غيري. ماشي لكان، الحمد لله أنا شبعت. يلا بنوتي الحلوة روحي وغسلي إيديك. يلا برأيك ليش راحت من دون ما تخبرها؟ لأنه بتعرف إني ما راح أسمح لها، وأصلاً كتبت هالحكي بالرسالة. طيب وهلأ شو عم تفكر تعمل؟ هي بنتي، حياتي، ما فيني أعيش من دونها، مشان هيك بدي روح ورجعها معي. وإذا ما قبلت ترجع؟ ما بعرف، بس خايف عليها كتير وما بدي تكون باسطنبول لحالها. ليك أنا فهمانة عليك منيح، بس بنفس الوقت لازم تعرف إنه كل ما ضيقت عليها ومنعتها تعمل الشغلات اللي بتحبها، وقتها رح تحس حالها عم تختنق، لهيك تركها تروح لوين ما بدها. وبركي صار عليها شي. اطمن هي بنتك، يعني مستحيل تعمل أي شي غلط، لا تخاف عليها. يا ريت لو منقدر ننسى كل شيء مثل ستي. النسيان ما بيقدر يرجع لنا كل شيء خسرناه. مارت توفى الله يرحمه. بالنسبة لإلك أنت اخترت أنك تخسر عزراء، خفت وهربت. لو أنك وقتها اخترت تواجه الحقيقة بدل ما تقرر تهرب، كنت هلأ أنت وعزراء عايشين مع بعضكم، وأكيد وقتها ما كان رح يصير معنا أي شيء مثل هاد. الحكي بنفس الموضوع ما رح يغير شيء بهذا الوقت، يلي صار صار، ما بقى شيء ينفع. إيه تأخر الوقت، بس هلأ السؤال المهم، نحن شو بدنا نقول لستي؟ طيب أنت شو رح يصير فيك؟
عرفت مكان عزراب. قدرت إني لاقيها. إذا بتحب فيني أخدك. يلا تاني، متأخر الوقت، صار لازم تنام. استني، خليها تسهر شوي كمان. حغيب عنا كم يوم ورح اشتاق لها كتير. والجو حلو. مثل ما بدك. طيب ودامله؟ أنت ما رح تشتقلها؟ بلكي مو ناوية ترجع لهون، بما أنه حملت حالة وراحت من دون ما تخبرك، معناها ما بدها ترجع بنوم. إذا كان بدك بنتك تضل جنبك، ممكن تضطر ترجع تعيش باسطنبول. مالي مستعد أرجع لهنيك، ما عاد أقدر أعيش هنيك. بس ما فيك تقول هيك من دون ما تحاول. يعني صحيح يمكن هذا الموضوع بيخوف شوي، بس أكيد أنت رح تقدر تواجهه، بعدين البنات جنبك. أنتي بتعرفي منيح ليش إجينا لهم، ودامله كمان بتعرف. بتحسيها عم تعمل هيك جكر بس مشان تزعجني. ممكن تسمعني؟ أحياناً كتير منضطر نعمل شغلات ما بدنا إياها مشان الناس اللي منحبهم. طيب وأنتي شو رح تعملي؟ رح ترجعي مشان الست فريدة؟ ما بقدر. بعرف إنه شوفت جينك خلتك تتضايقي كتير، ما في داعي تضلي عم تحاولي تخبي. كل شي واضح. هي أول مرة بتشوفيه بعد سنة، وطبيعي كتير تكوني مشوشة. بس أصحك تنسي اللي عمله فيكي، كيف هو تركك وكيف تخلى عنك وراح وقت اللي كنتي بحاجته. ليش بقدر انسى؟ بس جينك مبين مرتاحة كتير، بلش حياة جديدة ويمكن مبسوط. حابب احكي لك شو صار مع اختي إليف. حبت زلمة مثل اللي حبيتي انت واصرت تتزوجه، وبعدها مرضت، قام تركها وتخلى عنها مثل زوجك، وبعدها ماتت. ما قدرت تتحمل اللي صار معها، شفتها عم تدوب قدام عيوني. ليك يا عزراء، بصراحة أنتي وإليف بتشبهوا بعضكن كتير. ما قدرت ساعدها. ما قدرت ساعد أختي. بس ما رح اسمح يصير هيك معي. لهيك رح وقف بوجهك. صار موعد نومك، يلا لأشوف عدد. يلا تاي يا شطورة. Bir sırrı saklar gibi bakma sevgili, son bulmasın bu rüya. Bir külden yanar gibi endeli halimi sakladım sana oysa. Yaksan, yıksan, vazgeçsen de Yaksan, yıksan, vazgeçsen de bir gün asla vazgeçmez.
بتحبي يصب لك كمان؟ يا ريت. انتبهي على هاد. لا تخافي، شايفته. ما عم لاقيه. ليكي بتعرفي شو بدنا نعمل؟ شو رأيك نروح بكره ونحكي مع بياعين الجملة؟ ايه؟ خلينا ناخد فكرة عن سعر المواد مشان نعرف النسبة اللي رح نفاوض عليها، بعدين رح أجهز عرضين وجيبهم معي، خلينا ندخل على الاجتماع ونشوف الوضع. وبعدها منقشر لبعض ومنقرر هنيك أي عرض بدنا نقدم، ماشي؟ يعني بلا ما يبين علينا قاتلين حالنا عليهم. يا الله، هلأ اتذكرت كنت مجهزة عرض كتير حلو، بس بالبيت، لو كان معي ما كنا اضطرينا نتعذب كل هالقد. سمرة؟ شو رأيك تضبي أغراضك وتجي لهون؟ لا حبيبتي، تأخر الوقت هلأ، خلص ببقى بكرة بجيبه من هني. لا، أنا ما كان قصدي على الملفات. عفواً، ما فهمت عليكي. عم فكر إنه تنتقلي لهون لعندي. شو رأيك؟ شو الفرق؟ أصلاً نحن على طول مع بعضنا، مو هيك؟ إيه، بس أنا بصراحة ما بعرف شو بدي إليك، كتير تفاجأت. معك حق، الموضوع غريب شوي. تعرفي ليش انتقلت على هذا البيت بعد ما اتطلقت من مسعود؟ قلت لحالي بما إنه بلشت بداية جديدة معناها لازم يكون عندي مكان جديد، ما بدي شي من الماضي يضل معي على طول، سواء منيح ولا سيء. وبرأيي أنت كمان بحاجة لبيت جديد. بس هنيك ذكريات جانسو، كيف بدي إليك؟ يعني بكل زاوية في ذكرى إلنا سوا، ما بقدر أترك هداك البيت. سمرة، هداك بيت مو أكتر، يعني أكيد إذا تركتيه ما رح تنسي بنتك جانسو، أصلاً هذا الشيء مستحيل ينتسى. بس هنيك بحس إنه بنتي لسه قريبة. ليكي طالما ناوية تبلشي حياة جديدة من الصفر اعملي هيك. بعدين اسمعي، طالما أنت واقفة على رجليكي وقوية رح تضل ذكرى جانسو معك على طول، مالك بحاجة لهداك البيت لتتذكريه. برأيي لازم توثقي بحالك وتطلعي لقدام. برأيك جانسو ممكن تكون سامحتني؟ أكيد. هلا لازم ناخذ القرار الاخير، يا اما بدنا نكمل مع بعض يا اما كل واحد فينا بده يمشي بطريق لحاله. جينك، ليك جينك، ما فيني اعيش من دونك. شوف الكفته هون بتشهي كلها وهي سخنه. ماني جوعان، صحة وهنا. لك من الصبح ما حطيت لقمه بتمك. ارسوي خلص كل، خلينا نمشي يلا. بكفي بقى جينك، ليش عم تعذب حالك هيك؟ شو قصدك بهالحكي؟ ما بتعرف شو قصدي؟ يعني انت مو شايف حالتك؟ بتضل ساكت طول الوقت، ما عم تحكي ولا عم تعمل شيء، وكل ما فتحت لك هذا الموضوع بتسكتني. طيب ما رح سكتك، يلا احكي، قول كل شيء عندك. ليش اصلا انا امتى سكتتك؟ عم اسمعك، تفضل، عندي فضول اسمع شو رح تقول، احكي لشوف. اخي، يعني انت عاجبتك حالتك واللي عم تعمله؟ مو ملاحظ على حالك؟ صاير عم تعمل مشاكل مع الكل وما بترحم حدا. عاجبتني، ايه عاجبتني ارسوي. ليش؟ مشان شو؟ حاجة تلف وتدور، لوين بدك توصل بهذا الحكي؟ جينك، انا بعرف كل شيء. شو يلي بتعرفه؟ شو احكي؟ بعرف الاتفاق يلي عملته مع سمرة. ليك اسمعني، أكيد في طريقة لنحل هذا الموضوع، مانك مضطر تعمل مثل ما بدك. لا، ما في طريقة تانية بنوب، أصلا لو كان في كنت عملتها. طلع فيني أرسوي، إذا بتفتح تمك وبتخبر حدا بالقصة والله العظيم بمسحك. أنا ساكت مشان عزراء وإنت بدك تسكت مشاني. بس إنت عم تعاني أخي. عم عاني لأني بستاهل، أنا المسؤول عن كل شيء صار.
söylerdin neden sustun şimdi? Özlemin ağır yağmur yüklü bulutlar gibi yağsa üzerime dinse gözyaşım gülüşüm senin elinde. Yerlere göklere konuşmasam duymaz mısın beni? Ömrüme yazdım seni kış günü kar bile eridi bak çemre düştü bile. Gitme gel ne olur kal benimle. Yıllar geçmiş sen benden geçme işte. Gitme gel ne olur kal benimle. مثل هاليوم دخلتي حياتي وخليتيها تصير أحلى. كل عام وانتي بخير بنتي. Gitme, gel ne olur kal benimle. Muhtacım sana dermanım sensin.